احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الرضا من عجائب القلوب التي رضيت بقضاء الله وقدره. والرضا سبحان الله العظيم لا يؤتاه كل الناس، وانما الرضا لمن يرضى. والانسان الراضي هو المستسلم لقضاء الله عز وجل. يعني الانسان يعني عندما يرى ان الايمان انما هي خلال اربع: صبر للحكم، والرضا بالقدر، والاخلاص في العمل، والتوكل والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فاذا جمعت هذه الاربعه في قلبك سكن القلب. كيف يسكن القلب؟ القلب لا يسكن الا بالرضا. كيف؟ يعني واحد مثلا يامل ان ربنا يرزقه ولد، يرزق بنت ثم بنت ثم بنت، فيعني يتاثر نفسيا. انا اقول له ارضى بقضاء الله، فهؤلاء البنيات الثلاث سوف يجلبن لك في المستقبل ثلاث عائلات، ثلاث اسر، وربما لو كانوا اولاد تاخذهم ثلاث اسر، سبحان الله. فثلاث عائلات ياخذوا منك الاولاد، لكن البنات انت تضيف الى رصيدك سبحان الله ثلاثة من الشبان الصالحين ان شاء الله رب العالمين، فلا تقلق. وبعدين رزق البنت ضعف رزق الولد. هذا مثال. واحد اخر الله عز وجل سلبه نعمة معينة من نعم الصحة مثلا، قالوا لا، للطبيب يقول له انت الكوليسترول عندك عالي، انت مش عارف عندك مرض كذا، انت عندك الروماتويد، انت عندك القلب، انت عندك الكلى، انت عندك الكبد. يصبر لحكم الله، فاذا صبر اعطاه الله ايه هذه الرضا. وذلك قالوا هذا الرضا، وانما يقال ان الرضا هو اقصر طريق موصل الى الغاية، وهي رضوان الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الانسان الذي لم يرضى، فيعني مثلا زي سيدنا علي يقول من اصيب بمصيبة فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله، ومن اصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله. اذا في كلا الامرين امر الله نافذ. فاذا انت عليك ايه؟ عليك الصبر، والصبر لا ياتي الا عن طريق الايه؟ عن طريق الرضا. طب الرضا كيف يجي؟ يعني كيف ياتي الرضا الى الانسان؟ الانسان كله فيه، لا الصغير راضي ولا الكبير راضي ولا الزوج راضي ولا الزوجه راضي. يعني لو سالنا الناس في هذه الايام المباركه هل انت راض عن زوجتك؟ يتلعثم في الرد. يعني سبحان، وان انت هل راضيه عن زوجك؟ هل اولادنا عندما يذهبون الى مخادعهم في النوم هل يمر على الاب والام ويقبل رأس أمه ورأس أبيه ويد أمه ويد أبيه ويقول يا أبي هل أنت راض عني؟ يا أمي هل أنت راضي عني؟ هل قالت الزوجة هذا لزوجها قبل النوم؟ هل قال الزوج أيضا لزوجته؟ هل يعني لماذا هذا الكبر المتفشي في الصغير والكبير؟ بالعكس، إن لم يرضى بعضنا عن بعض فكيف يرضى عنا رب العباد عز وجل؟ فإن استطعت أن ترضى، هذا يعني سبحان الله، ولن ترضى إلا بالصبر، فهذا قمة الوصول الى رب العباد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اسألك الرضا بعد القضاء. الرضا بعد الايه؟ بعد ان تقضي يا رب الامر خلاص. لان الرضا قبل القضاء انما هو عزم على الرضا، نية، لكن الرضا بعد القضاء هو الرضا الحقيقي. ليه؟ لانه ارفع حالات الرضا ان ترضى بعد القضاء. يعني بعد ما ينزل الامر، يموت لك عزيز، تفقد مالا، تفقد عملا، تفقد امرا من الامور. هذا البرنامج برعاية الصكوك الوطنية. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، اكتشف أكثر. في متاحفنا تتجلى روعة الحاضر وعراقة الماضي. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، اكتشف أكثر. صياما مقبولا وإفطارا شهيا. الصكوك الوطنية. ما تشلنا من حب ماء.
شباب ام شباب. مبسوط عندي قوي هنا وبلعب مع اصحابي واوضه اللعب. كامل فوق تحت ما اقدر اكل كبسه التمره ما اقدر اكلها. لما استعملت كريقه تحت نفسيا تاكل طبيعي جدا. ثلاث بيبات كريقه صباحا وصل نهاري روعه كله فضل كريقه. قيل لن يكون العالم مسطحا. قيل بناء المدن يمتد عقودا من الزمن. قيل لن تنعم المدن يوما بسحر الريف. قيل لن تنبت الأشجار يوما في البحر. نحن نقول وماذا بعد؟ نخيل حيث الرؤية تلهم البشرية. الصكوك الوطنية. هذا البرنامج برعاية الصكوك الوطنية. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية. اكتشف أكثر. ولذلك لا يصح الرضا إلا بثلاث شروط: أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إلى العبد، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. هذا هو الإيه؟ هذا مدار رحى الإسلام، أن ترضى، أن يرضى العبد بعبادة ربه لا عبادة غيره، أن يسقط عبادة الغير، أن 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 يبتعد عن عبادة الإيه؟ عن عبادة الدنيا. ثم إن علامة حب الله سبحانه كثرة الذكر والإخلاص في السر والعلن، وعلامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. ولما قال لقمان لابنه أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت. يعني سواء أنت تكره لكن لا تدري أين الإيه؟ أين المصلحة. ومن يتوكل على الله ويرضى بقضاء الله فقد أقام الإيمان وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك العباد الصالحين هم الذين يرضون بقضاء الله. لكن كيف يدخل العبد مسألة الرضا إلى قلبه؟ وكيف يصل قلب العبد إلى هذه الدرجة، الدرجة التي لا نراها في كثير من الناس؟ لماذا كان جدي وجدك في حالة من الرضا رغم قلة الإمكانيات، وأنا وأنت رغم كثرة الإمكانيات؟ الرضا قد تبخر منا كثيرا. من كان يدعو الصالحون: اللهم رضني بقضائك وبارك لي يا ربي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء قد عجلته يا رب العالمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.